دوري السعودي، دوري النجوم، دوري الأضواء، الدوري اللي بقى بينافس الدوري الإنجليزي والأسباني في الأسماء وفي اللعيبة. في كام حدث في الدوري السعودي كده حصلوا ورا بعض، أولهم الهلال كسب بالأربعة، والأول مرة في أول 5 جولات متروفيتش السفاح الهجوم يغيب عن التهديف، ويستغل بنزيما غياب متروفيتش عن التهديف ويجيب جون في فوز الاتحاد بالأربعة، ويقرب المسافة بينه وما بين متروفيتش، خلي متروفيتش الأول بـ8 تجوان وبنزيما الثاني بـ6. النصر السعودي يكسب بالاثنين عن طريق دون رونالدو، اللي برغم ان هو وصل للجون 900 الى انه لسه مستمر في التهديف، وعن طريق الشاب البرازيلي المنتقل من تشيلسي انجلو بروجس. الاخدود لاول مره في اول 5 جولات يجيب اول فوز ليه بـ3 نقط في الدوري السعودي بعد سلسله من التعادلات والهزيمه. الاهلي السعودي مستمر في سلسله فقد النقاط، ليفقد النقطه الثامنه ليه في الدوري من اصل 15 نقطه بخسارتين وتعادل ومكسبين. الاهلي السعودي خسر في الكاس وطلع برضه، الاهلي مش في احسن حالاته، الاهلي بيجيب لعيبه، الاهلي بيعمل صفقات، وده برضه مأثر ان الفرقه كل شويه حد يخرج وحد يخش، مفيش تجانس، الاهلي مش بيقدم لجمهوره المطالب منه. الدوري السعودي دوري سخن، والهلال لسه على القمه، الهلال محافظ على القمه من السنه اللي فاتت، الهلال ماشي بخطه ثابته بالاربعه وبالخمسه، متروفيتش بيجيب بالهاتريك وبالاثنين، اي نعم غاب عن التسجيل في الجوله دي، بس ما تستناهوش يغيب كتير، الجوله الجايه ممكن يجيب لك هاتريك او سوبر هاتريك او اقل حاجه يجيب جونين. الدوري السعودي مشتعل مشتعل جدا، الدوري السعودي فيه منافسه شرسه ما بين الهلال والنصر والاتحاد، بيخش من وراهم التعاون. الدوري السعودي دوري مليء بالنجوم، ودي حاجه كلنا عارفينها وحاجه واضحه للجميع. استنوا الدوري السعودي اكتر واكتر، الدوري السعودي اعتقد انه الفتره الجايه هيبتدي ينافس الدوريات الاوروبيه بشراسه، الدوري السعودي مش اقل منهم كامكانيات لعيبه وكملاعب وكتصوير. الدوري السعودي بقى غير يا جماعه.